وجيت نعطيكم الرأي والنصيحة وبغيتكم تسمعوا لها. غادي يدخلوا ما بينهم وما كانوش عارفين بلي انه هذا الرجل كان إبليس اللي غادي يتصور في الصورة نتاع شيخ كبير باش يحضر في أخطر اجتماع في تاريخ قريش. اللهم صل على محمد عدد ما هبت عليه الرياح وحركته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. سلام الله عليكم أينما كنتم ومرحبا بكم من جديد في حلقة أخرى من سلسلة مع الحبيب. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، أموركم هانية وغادين مع رمضان مزيان. خليني ما نتعطلش عليكم أكثر ونقول لكم لنبدأ. غادي مولانا المهاجرين انهم يهاجروا من بلادهم اللي عاشوا فيها وتربوا فيها، انهم يخليوا الموطن ديالهم والاهل ديالهم وكل شيء من موراهم ويهاجروا لبلاد واحده اخرى غريبه في سبيل الله. هاللي خلى خوه، هاللي خلى امه، هاللي خلى ولادو، هاللي خلى والديه غادي يضحيوا من اجل مولانا. أسرة أبي سلامة كانت من الأوائل اللي هاجروا، أبو سلامة ومرته وزوج ولادهم. قررت هذه الأسرة أنها تسافر في سبيل الله، ولكن الأسرة نتاع أم سلامة ما خلوهاش تمشي مع رجلها وشدوها وحبسوها وبغى رجلها باش أنه يهاجر بوحده. فعلا هاجر، أما ولده جلس مع أمه. جات الأسرة نتاع سلامة بغاو ياخذوا ولدهم وأصرت عائلة أم سلامة باش أنهم يبقى عندها. غادي يوقع ما بين الأسرتين ولا ما بين الطرفين واحد العراك اللي بسببه غادي يتأذى ذاك الولد، هكذا غادي تشتت عائلة سلامة. فغادي يبقى الإبن عند أسرة الأب وهاجر الأب وبقات مرته عند أهلها، لدرجة أنه أم سلامة كتبقى كتجلس كل نهار كتبكي حتى غروب الشمس وهي كتفكر غير في ولدها وفي رجلها. بقات على هذه الحالة حتى تعطاها الإبن ومشات للمدينة غير بوحدها، شفاع عثمان بن طلحة ورفقها المسجد عند رسول الله. هالشي كله اللي كانوا اللي وقع من أجل مولانا ورسول الله. كانت الوفود كتخرج من مكة للمدينة سرا وفي جماعات، كان الهدف ديالهم هو مولانا، ما كانوش باغيين حتى شي حاجة من الدنيا، زهدوا فيها وتبعوا غير رسول الله وأمر مولانا. أغلب الناس أو جلهم خرجوا سرا إلا عمر اللي غادي يقول القريش بلي أنني بغيت نهاجر للمدينة من أجل مولانا ورسول الله، فمن أراد أن تثكله أمه فليأتي عند هذاك الوادي. هكذا غادي يخرج عمر عزيزا كريما. أما المؤمنون كلهم غادي يخرجوا سرا وما غادي يبقى في مكة إلا القليل. وقت الظهر غيمشي رسول الله لدار أبي بكر ويجلس، وما مولفش أنه يمشي عنده في هذا الوقت، كان كيمشي إما في الصباح يا إما في الليل. حتى قال أبو بكر ما جاء رسول الله في هذا الوقت إلا لأمر جلال، يعني لشي حدث له عظيم. في هذه الأيام كانوا أغلبية الصحابة رضي الله عنهم هاجروا للمدينة وغادي يدوز على بيعة العقبة أكثر من شهرين. فجاء الحبيب عليه الصلاة والسلام عند أبي بكر وكان عنده في الدار بنته عائشة اللي كانت مازال صغيرة رضي الله عنها وكانت معها أختها أسماء. رسول الله لما شافهم قال لأبي بكر خرج بناتك من عندك لأنه هذا الأمر هو سر وهذا الشيء اللي غادي نقول لك هو عظيم وبغيته يبقى بيني وبينك. شاف فيهم أبو بكر قال رسول الله إنهما ابنتي، يعني راه ماشي خطر أنني نتكلم قدامهم. غادي يتكلم الحبيب وقال ليه يا أبو بكر إن الله عز وجل قد أذن لي بالخروج في الهجرة، دابا جا وقت السفر وغادي نبداو اعظم رحله في تاريخ هذه الامه. رسول الله تيعاود ليه وابو بكر تيفكر في امر واحد اخر، قال ليه الصحبه يا رسول الله، واش تقبل لي انني نصاحبك في الهجره؟ قال ليه رسول الله الصحبه يا ابو بكر، الصحبه يا ابو بكر. غادي ينفجر بالبكاء ابو بكر. كتقول عائشه ما كنت اظن ان احدا من الناس يبكي من شده الفرح الا لما شفت ابي ابو بكر تيبكي في هذا اليوم. غادي يجلس أبا بكر في دارو تيبكي فرحا حيتاش غادي يهاجر مع صاحبه والحبيب ديالو رسول الله. أعظم وأخطر رحلة في التاريخ، ففداك أمي وأبي وروحي ومالي يا رسول الله. قال رسول الله راني استعدت لهذه الرحلة وجهزت لكم راحلتين، اختار فيهم شنو بغيتي. كان أبو بكر آنذاك اختار دليل الهجرة واللي هو عبد الله. فلما خبر النبي أبو بكر بهذا الخبر غادي يخرج من عنده. قريش غادي تصابوا بالهم والقلق حيتاش أصحاب الحبيب غادي يهاجروا هم وعيالتهم وولادهم وأهلهم ومشوا من مكة، وأكيد هذا الأمر غادي يأثر على السمعة نتاع مكة وقريش. فقرروا باش أنهم يجتمعوا في واحد الدار اللي سموها ندوة، وغادي يجي من كل قوم السيد ديالهم وغادي يقرروا مصير نتاع محمد وصحابه وشنو غادي يديروا في هادشي اللي وقع. غادي يدخل ما بيناتهم واحد الرجل اللي كان كبير في السن وما عرفوهش. سولوه شكون انت؟ قال لهم انا شيخ من نجد. علاش جيتي؟
قال لهم راني سمعت باجتماع ديالكم وجيت نعطيكم الرأي والنصيحة وبغيتكم تسمعوا لها. غادي يدخلوا ما بينهم وما كانوش عارفين بلي انه هذا الرجل كان إبليس اللي غادي يتصور في الصورة نتاع شيخ كبير باش يحضر في اخطر اجتماع في تاريخ قريش. واحد من المشركين واحد خينا منهم غادي يقول لهم نتفاهموا ونخرجوا محمد من البلاد ونتهناو منه. غادي يقول لهم إبليس اللي كان في صورة هذاك الرجل الشرف هذا ماشي رأي، انتم عارفين بلي انه حسن كلامي والمنطق ديالو، اذا هو مشى عند قبيله من العرب غيتجمعوا الناس عليه ويقتلوكم نتوما. غادي ينطق ابو البختاري انا عندي واحد الراي واحد اخر، اننا نحبسه ونقيده ونعزله في واحد المكان اللي هو بعيد على الناس. قال لي ابليس وحتى هذا ماشي رأي، علاش؟ اذا درتوا هذا الشيء غادي يوصلهم كلامه من وراء الباب وغادي يجمع الناس وغادي يوقفوا عليكم ويخرجوه. وهنا غادي ينطق فرعون هذه الامه أبو جهل، قال الناس أنا عندي واحد الرأي، أننا نجيبوا بكل قوم أفضلهم قوة وجلدا ونسبا وغادي نعطيو لهذاك الشاب سيفا ويجتمعوا على محمد يضربوه ضربة رجل واحد وتفرق الدم ديالو في القبائل. قال له إبليس هذا هو الرأي وهذه هي الحكمة، أنه يتفرق الدم ديالو في القبائل. وهنا غادي يتفقوا دوك الكفرة بالله والمشركون باش أنهم ينفذوا هذه الخطة في هذيك الليلة. هنا غادي يوحي مولانا لرسول الله عن طريق جبريل يا محمد لا تبت في فراشك تلك الليلة. واسمعوا معايا هذه القصة. تخيلوا الحبيب غادي يمشي مباشرة عند علي بن أبي طالب غادي أمره باش أنه يبات في فراشه ويتغطى بالبردة دياله. المشركين اللي كانوا 11 رجل وكان في كل واحد في يديه السيف اتفقوا وكان على رأسهم أبو جهل باش أنهم يضربوا رسول الله نص الضربة دقة واحدة. كاع المشركين غادي يتجمعوا وناض أبو جهل وقال يا معشر قريش إن محمدا يعيدكم أنكم إذا تبعتوه أن تملكوا العرب والعجم، ثم إذا متم لكم جنان كجنان الأردن، وإذا خالفتوه فلكم الحرب والنار بعد الموت. كان كيستهزئ بسيدنا رسول الله وقال ونحن الليلة نقتله. الإمام علي غادي يضحي براسه من أجل رسول الله، غادي ينعس في فراش نتاع الحبيب وغادي يتغطى بالبردة ديالو. أما سيدنا رسول الله غادي يحل الباب وغادي يخرج لعند هاد المشركين اللي كانوا كيتسناوه بالسيوفة، غادي يخرج قدامهم وهو دايس غادي يقول وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. تخيلوا هاد اللحظة من بعد هاد الشي اللي قال ما غاديش يشوفوا دوك المشركين اللي دات قدامهم 11 رجل وحتى شي واحد فيهم ما شافوا، جالسين كيتسناو فيه ولكن الله غادي يخشي لهم اولا غادي يغطي لهم البصيرة ديالهم باش يحفظ الحبيب. فهاد اللحظة غادي يهز سيدنا رسول الله التراب وغادي يحطها على راس كل واحد منهم وغادي يمشي. ومن حد الان جالسين كيتسناو فوقاش انه يخرج. واحد الرجل من الناس غادي يشوف هاد المنظر عن بعد وجا لعندهم قال لهم شنو كديروا هنا؟ قالوا لي راه كنتسناو محمد يخرج باش نقتلوه. قال لي شنو كتقولوا؟ راه خرج محمد وحط على كل واحد منكم التراب على راسه ومشى. بداو كيشوفوا فوق رياسهم فاذا بهم لقاو راسهم عمر بالتراب، ولكن غادي يطلعوا على البيت وقال لهم رسول الله ناعس، ولكن هذا كان الامام علي اللي هو ناعس. غادي يتسناو حتى الصباح ودخلوا للبيت ولقاو من تحت الرداء اولا البورده ديال سيدنا رسول الله علي بن ابي طالب. وبداو كيقولوا لبعضياتهم صدقكم الذي حدثكم لقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هكذا مولانا مكر بهم حتى حفظ نبيه من المشركين. فهاد اللحظه غادي يتوجه رسول الله لبيت ابي بكر اللي كان كيتسناه وغادي يخرج هو وياه لواحد الغار في اسفل مكه. هو الاول ابو بكر غادي يدخل باش يقلب واش داك الغار امن ولا لا. غادي يلقى فيه زوج ديال الجحور اولا زوج ديال الثقيبات، واحد غادي يطيب الثوب ديالو والثاني غادي يحط فيه رجليه باش يسدو. هنا غادي يدخل سيدنا رسول الله وجلس حدا ابو بكر ومعه كان عليه الصلاه والسلام عيان حط راسه على الرجل نتاع ابو بكر وينعس. اما ابو بكر غادي تعطو شي حاجه في رجليه تالم الم شديد ولكن ما قدرش يتحرك باش ما يفيقش رسول الله. من شده الالم دمعات عينين ابو بكر وطاحت الدمعه ديالو على رسول الله وهو يفيق. مالك يا ابو بكر؟ والو يا رسول الله مالك شنو كاين؟ عطاتني شي حاجه في رجلي وريني. وراها ليه ودعا الله ونفث على القدم ديالو ولا بخير كانه حتى حاجه ما وقعت ليه. اما اهل قريش تلفوا ما عرفوش فين غبر رسول الله، بداو كيقلبوا عليه ما خلاو حتى شي قنت في مكه والو، غادي يخرجوا منها بالعودان ديالهم وما غادي يوصلوا حتى لهذاك الغار اللي فيه رسول الله وابو بكر وما يوقفوا. ابو بكر حزن وخاف لانهم وصلوا ليهم، خاف على رسول الله منهم. سولوا مالك يا ابو بكر؟ قال ليه والو، اذا شي حد فيهم شاف غير من تحت رجليه غادي يشوفنا. قال لي رسول الله
لا تحزن يا أبا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. وفعلا غادي يرجعوا في حالهم وما شافوا والو. أما أبو جهل غادي يمشي مع الفرقة لدار أبو بكر ودق الباب، فإذا بنت أسماء هي اللي غادي تحل وغيسولها فين هو أبوك؟ ما عرفتش إلا راكي كتعرفي. لا ما عرفش، ويضرب على حنكة وطاحت الحلقة من ودنها وسال الدم في وجهها ومشات يقلب على رسول الله. غادي يجي جد أسماء اللي هو والد أبو بكر، أبو قحافة اللي كان شيخ ما كيشوفش، غادي يدخل على أسماء وقال لها لا أرى أبا بكر إلا فجعكم بنفسه وماله. قالت ليه لا خلينا خير كبير. في هذه اللحظة أسماء غادي تحط في واحد التوب الحجر وعطتها باش أنه جدها القصة اللي كان كيصحاب ليه لأنها فلوس. قال لها أما إن ترك لكم هذا فقد أحسن. كتقول أسماء بنت أبو بكر بلأنه باها خذ المال ديالو كله فداء لرسول الله وما خلى للأهل ديالو حتى شي حاجة. 3 أيام وأبو بكر ورسول الله في الغار، وأسماء هي اللي كانت كتوصل لهم الماكلة. أما عبد الله خو أسماء واللي هو ولد أبو بكر كان تجلس بالنهار بمكة كيجيب الخبر لرسول الله ولباه، غير هو اللي كيطيح كيمشي عندهم وكيعطيهم خبر مكة. أما عامر بن فهيري اللي كان مولى لأبي بكر كان تيجيب الغنم اللي بيه كان كيغطي الأثر ديال ولد أبا بكر اللي هو عبد الله. أما قريش غادي تقول الناس غادي نعطي فيكم 100 ناقة اللي جاب لنا أبا بكر ورسول الله. الحبيب وصاحبه غادي يخرجوا من الغار وغادي ينطلقوا باش انهم يمشيو للمدينه. ابو بكر غادي يجيب 2 ديال الرحيلتين اللي غادي يوجدهم للهجره، وقال رسول الله اختار احسنهم. قال لي رسول الله ديالك بزوج؟ قال لي بل لك يا رسول الله. غينطلقوا الاثنين في هذه الرحله اللي كانت خطيره، وغادي يدلها عبد الله بن اريقط غادي للمدينه، وقريش من شده حرصها على القبض على رسول الله وصاحبه غادي تعطيه هديه اللي غادي يجيبهم ليها. واحد النهار قريش كانوا جالسين في المجلس اللي فيه سراقه بن مالك، جا واحد الرجل خارج مكه غادي يدخل عليهم وقال لهم راني شفت في الطريق 3 ديال الرجال وكنظن بلي انه محمد وصاحبيه. قال سراقه هادو الفلان اللي شفتهم خارجين، وهو كان عارف بلي انه سيدنا رسول الله وابا بكر وداك اللي كان دلهم على الطريق. فهاد اللحظه غادي يخرج وغيمشي لدارو بالزربه وهز سلاحه وطلع للعود ديالو ومشى في الطريق باش انه يلحق على رسول الله ويشدهم باش ياخذ ديك المكافاه نتاع 100 ناقه. وشوفوا المعجزات الالهيه، غير هو غادي يبغي يقرب العود ديال رسول الله غادي يطيح هو والعود ديالو وغادي يعاودوا ينوضوا ويمشي لعندهم تيجري، ولكن كل ما اقترب الفرس ديالو كتسهل وكتطيح. ابا بكر كان كيخاف على رسول الله، غيشوف فيه رسول الله ويقول ليه يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. انا الحبيب كان تيطمئن ابا بكر. سراقه غادي يعرف بلي انه ما غاديش يقدر يلحق على رسول الله، غادي يعيط عليهم من بعيد. تسناوه ومشى سراقه عند رسول الله وصاحبه، قال لي رسول الله اش بان لك انك ترجع منين جيتي وخطي علينا الخبر وما تقول قريش والو؟ قال لي وشنو عندي انا في هذا الشيء؟ قال لي عندك سوارة كسرى اعظم دوله في ذاك الزمان، وهذا كان وحي من رسول الله. وفعلا سراقه غادي يسلم في الاخير وغادي يخرج في جيش مع عمر لفتح فارس، وتعطى لعمر سوار كسرى وغادي يعيط وسط الجيش فين هو سراقه. فجا قال لي هذا وعد رسول الله لك. المهم رجع سراقه وغطى شنو شاف وما قال لهم والو، مشى رسول الله مع صاحبه المدينه وكلشي كيتسنى تما. المهاجرين في الطريق غادي يحس رسول الله وابا بكر بالجوع، وشاف واحد الخيمه اللي فيها بعض الناس، مشاو ليها وما غادي يلقاو فيها الا واحد المراه ام معبد الخزاميه، غادي يستأذنها رسول الله بطعام وشراب. قالت ليه بلي هاد السنه هي سنه جذب وقحط وبلي ما عندنا والو. غتبان رسول الله واحد الشات ضعيفه وكلها جوع، سولها واش هاد الشات نتاعك؟ قالت لي اه راه ضعيفه وراه ما تقدر تمشي حتى مع الكباش. قال لها واش يمكن لي ناخذ منها لبن؟ قالت لي راه ما فيها والو راه ناشفه. قال لها كنستأذنها منك. عطاتها ليه وهي ما عارفاش بلي انه رسول الله. غادي يدعي لها رسول الله ومسح على الدرع ديالها وحلب لبن وعمر الإناء كله، وهذا الشيء كان بالبركة نتاع سيدنا محمد. غادي يشرب هو وأبو بكر وأهل ديك الخيمة وعمر القراب ورجع الدرع ديالها كيف ما كان عامر. أما أم عبد تعجبات شنو هذا الشيء اللي وقع. غادي يرجع رجلها بعد زمان وعاودت لها القصة وقال لها شكون هذا اللي داز عليك؟ ذكرت الأوصاف نتاع سيدنا رسول الله وقال لها هذا محمد، حيت حتى حد ما يقدر يدير هذا الأمر من غير نبي الله محمد. أما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام غادي ينطلق يكمل الطريق ديالو للمدينة هو أبا بكر، وهو حزين على بلاده، تيقول لمكة أنت أحب البلاد إلي، ولو كان ما خرجونيش القوم ديالي منها ما كنتش غادي نخرج، وما يكملوا طريقهم. وهذه هي كانت حلقتنا الليلة، تتم نخليوها لغدا إن شاء الله. سؤال حلقتنا اليوم هو دمتم في رعاية الله وحفظه، بصحة فطوركم، سلام سلام.